فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونصلي ونسلم على رسوله الأمين حبيب الرحمن محمد وعاله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سيدي بلنت إلا إنه أهيد وحن بلابي إنه تفسير كسورة الكهف وبقول يطبن آيادوه إن شاء الله تعالى. مركا مانتا وحن سمين إنه رضع أنبا مقدمه أنبا أرار نبصده يقان إن شاء الله تعالى. اوكي وحن كو بلابي إنه هرتا محالة لها تفسير. ما هو التفسير؟ علم التفسير كم هو يهي علماتهم حيكر دهين كلمة التفسير. التفسير وكلمة عربية وحي كيمة أسل كي يفسر يفسر تفسيرا عندها هاني فسر يفسر تفسيرا أو كدغن بيّن يبين تبيينا بيّن عدين وي فسر معنيه مركا محي وعدين وي هل انت فسر هدول ولا حاجه تعرفها عدين شنو وريت وصص فسر وحويا بينه فسر هدول ولا حاجه تعرفها بين عدين اوكي وحاكوا له هذا كشف يكشف كشفا فسر وحي كرنتها كشفا كشفا وحي كرنتها وح قرصون ول عدي لقد دول قاده وحي قرنه وحي قمود كدغي الى فهمي الابا لقد كر قادي مركا بي ارنتي ما هي نقنسا ارن عدو واضح هي نقنسا اوكي مركا وحا ويان تفسيركو وكشف في عربي محارني توره عدين طلبات محارني كشفي كرقات وحاول الهداد وضح يوضح توضيحا كما زدحاد هو كدغان وضح ما غنتاي يدنا عدين ويا لكن ما هو دخايا بينه يوضحها وضحها وحا ويان كل دغدغ ارنتا ولا كل دغدغيا لما دول مريو قال و هو دخاي و لورن مايو تاس وا ترجمت يا تاس ما ما انا تاس وا ترجمت لكن وحا لا ربا الى دادو وحا بي كدغان وحا كدغان وحا ترسل سكر اوكي وصدح شيء تفسيرك لغة عربي قصد الحاشي والتبيين هي التوضيح هي كشف اصطلاحا علماء ما حوية قانا تفسير تاسوا اللغة دي وحالله يقانا تفسيرك وحوية إلا فهمه تفسيرك وحوية إلا فهمه مراد الله إلهي وحو أجي يدي كتاب كيس عزيز كامركو سودة جيي او ان كو فهمنو انت ان كار نبي ادن نبدين ان الهي و هو لا جيد ما فهمي كار رسول دنيا هي فهم مراد الله من الالفاظ الموجوده في كتاب الله عندها هنا فهم مراد الله انا فهمنو الهي محو كربي الفاظ كلمات كان وبالحق انزلناه وبالحق نزل صباح قرانكم لفظك الهي محو او جيداي ان لا فهمو لكن يا فهمي انسان كان فهمي ما حنكون فهمينا انت كرتدين واي لاقتها بالطاقه البشريه واني سان افهمه يسدو افهمي صحابي وكل سرنسا يسدو النبي يقول فهمين وكل سرنسا سو النبي يقول فهمين حق سرنسا جبريل فهميته سو جبريل فهمي حق سرنسا وحاصل رمح حق سرنسا سو الهي ولا جيدي دي عاد مركا انكو وا دوينينا لكن حقيقتي سيتهي يا او خطر وي ما حنا دحني ومرادك الهي او لا فهمه او لا فهمه كتابك الهي او لكن لو فهمي طاقته بشريه طاقته بشريه ما كان حو كلا بحيسا لو نوعو كلا بحيسا طاقته بشريه اوكي طاقته هو يا كرتدي بنادك اقون تقفك كخدت انت الهكت نن اف عربي ادو يقان او اصول فقهي يقان وقواعدي يقان
وعلم التفسير كي يقانا وكون كي يقانا وبرشدة يقانا ونولشة يقانا سيدو أفهم يطاقه دي سلميد ماها ننك ليتو إن تاميدنا أنا قل لكن واحد وضع فسيري لابد ومحن فسيري وبالحق أزل له كان إنت أفسيري كان إنت أفسيري بس بيضنا غرسها ماي طاقه دي بكرس الرئيسة أوكي دين عوار دين عوار دين عوار بعض نين قريت دي وكل شيء أكبحين وأدونك أركبة عيل iyey baldi biyo ilka laga soo qaaday awr nin arka iyo nin dunida la soo maray hadii quraanka fasir yar baa noqonaysa iskuusir baa noqonaysa marka okay faaqadii ba kala duwan tu saddexaad baa dhici kareysa nin noola qarnigii 17aad ama 19aad qarnigii 7aad ama 9aad noola iyo nin oo qarnigii 20aad inta ay wada arkayaan ma iskuusir baa noqonaysa ma iskuusir baa noqonaysa marka adaaqal bashari way kala duwanaysa أوكي تاسي وا استلاح استلاح صدق هذا لبعض بجروا مهم هيسوونه استلاح على بعض مهم كي وحوي إلا فهموا أنتوا أروى صح إلا فهموا هذا الكإلهي سبحانه وتعالى قوية لكن محل قفام يا نزولا وحال جاي القرآن كل سود جيتان كيسي وصدق من الله جاي محل جاي أسبابا سبب سود جس آيات القرآن مكانا مش كسود جي زمانا يمر كسود جي محن دهني قوة طاوية هذا الكيله ولا فهمه مع لقى فهمه يا سبحانه وتعالى نزولا نزول كمرك محاوس مريا صدق شيء يا إنك اللي هذي الحاجة أوكي أسبابا صوبتي أسباب نزولك مكانا ماشي إيه زمان أختي ده سوى قوة وحاكله ولا فهمي نزول سبق فعلا نزولا وحاكله كذا من نزولا سندا سند كوا محي ابن عباس با آيات تفسير صاري ما فهم جيسا مسند بيوكا سوا قاضي سند كان أبتر سين تيزي تي أنا حاجة كسوا أنا قال ده سندا بل فهمه كي من أين لك هذا التفسير آيات سند أفسرتي ابن عباس هو ما أدق عليه وفهم إليه كسيا مسه وفهم أحد حشين وكل بعض كيف صدحات دلالة دلالة دون محي آيات القرآن كمحي كتوس هيسا قريبا أو بعيدا أفعربي وحوليها كلمات دلالة بليها حوليها كتوسان بكل واحد دوبة تكسو صارتين مسا واحد فوق مسا واحد دحي مجازبة مسربابة محقيقة واحد شيء جيسي مسا هذا السرباب كجرتو وحاسو أردنا وأين قفك أفعربي يقان لك كجرتو مركها أوكي مركان أرن نزولا وأنه علمي القرآن كي قانه، ما كان أرني سندا وأنه علمي حديث كي قانه، قفكم مفسر كي، ما كان أرني دلالة لنا وأنه في عربي كي قانه، أوكي، تي صدحات، ينام حي، وحويا إنه يقان علاقة الألفاظ بالمعاني، ألفاظ علاقة إلى لا ذهب معانيه قال شقيها، لفظه، وهذا اللي وحسي له معنو، معنو وسي له يقانه، أيوه، لفظه. علاقة أولي لي حكم حكم باكر الله إلى وحنا وحد داية وحد سمايا وحد فهم وحد فهمنا وحد باكو جرت أوكي ألغى واحد قصب حني ما حد قصب حني تفسيره محاطه شيخنا تفسيره محاطه لغة إيوه شرعا أما استلاحا وحنو يمننا وحاجر كلمة لم يدا تفسير كل هذا تأويل ويل وعلماء دي هو رأوي قانة تفسير لكن مركي الدنب كلا ويعضي تأويل كنا وحبون نقضي تفسير كنا وحبون نقضي لبع علمي وكلا دول من نقضي أوكي تأويل ومحاطة ما هو التأويل سأقول وين قرنا سأقول تأويلك التأويل لغة نظرة تأويلك أف عربي هان يسنو عربي ولا بشي ولا بشي تأويلك أصل كيس هو من الأول أول بكبير أول أول يؤول تأويلا أول يؤول تأويلا وصير فسر يفسره تفسير أول أول ومن الأول أول هو محي الرجوع وشيء أسل كيس الوعشه كلمة دني إمي كسبها الله استعمالها في عربي لكن عصي رسولك سكر الله استعمالي قرآن كنا لقد كسودك ما لقد إمي كمسا لقد عصي رسولك
لقد عصي رسول صدقه مرة كلمة دواء اللي عليه واللي وعش هكي أسر كيك اللي وعش هذا أول برده أميدو كبادو يا أول تأويل هكا وكيميد عم بس أوحو كيميد من الإيالة إيالة إيالة دواء محي ومن السياسة سياسة بكام سياسة محي قفك وإنو يقانو سياسة ما هو أترى نقاني بوليتيكال كما طبعا حرفينا طبعا كبيعي سياسة دواء حلو جوحين وأف عربي إنا تقانيد سيد الله سياسة هي أفكو سياسة بولي هبو إيا لأفكو هبكو إلهي أردقين أم بددكو أردقتين وإنا تقانيدو كلمة دان لولا مجيدة وحا كم مقضية وحا كلا لولا جيدة وحا الأركين باجرتا وحا الأركين باتوصاري سابقا صميم ما فهمين مركا إيالد وحويا تموقة ماها هيه وتموقا تموقا يا قرانكرا من يعرف سياسة اللغة نكا يقانا روغيستا أفكا أفكر روغيستي سنكا يقانا هل مليون يا تضوب غلوكن هل مليون يا لحب غلوكن ويان كلمة دا عربي مرك هل مليون لحب غلوكن يقانا وبان دا يده سيدة سن عربي وكلا والروغي كرا يده مركا هل كان كلمة دا سنة اما كلمة الخير أوكلا قرانك سقال وجب الهدى أنا أقول خيركم حقا نقانا أبدا ما نقانا خيركم مال بلد عبا وإنه اللي حب الخير معيته وحوالها ويان خيركم مركا قاركو دوحو الشيقة إنا يتهي وحونا كسين أجر كلاقا قاضنا أجر قفك موكو شقي استمحوقاتا أجره أجره دا خير رابا كبارو. يعني لا سقال نوع هي كلمة القرآن كخير كسو أررته هل أرمها مركا كلمة الخير وهل في عربي وخير وخير لكن معنى ايش هذا محي محاكل الدوية سياقتك وصاروتي هل كأي كسو أررته لفتك القرآنك وعرب تساوي استعمال الجرين سيدي باكل الدوية مركا كلمة التأويل محان رحاني ولا با معنو ومن الأول هي من الإيالة تيهر مان معنى انه تيهر بادنا مان معنى انه ودالة انت وديك هرده وردك سركع من الإيالة سيلو سعودان أوكي هذي التأويل كو سيدا يهي تفسير كو سيدا يهي محاول حي بركا ما العلاقة بين التفسير والتأويل علماء اني اسبقها رحمهم الله امام طبري او قرنغي لباد قري كتاب كيس وشيغ دوناي جامع البيان كتاب كيس قري الا يا عصر رسولك تفسيرك وحا لو يقان تاويل تفسير لما اقول تفسير لما اقول ما لا يقان تاويل با لا يقان اوكي لكن وحي كدنبي طبري تأويل كنا نحن نقدر مصطلح علمي وجونية تفسير كنا نحن نقدر مصطلح علمي وجونية محي كسميين محينا كسميين وركاني كرشاق لب شيء كسميين ومحي الله برضو بوحي معناه يا قرآنك تأويل كنا نحن معناه يا قرآنك تفسير كنا نحن معناه يا قرآنك لكن محي كل دوين مسي عمق وما قال كرنا إنه تفسير من نقول زين وين وحنا كفاهتي مرة صباح أوكي لبشي ما نقشها وحي كل دوين تفسيرك قرآنك الفاديس معنيا تأويل كنوح معنيا وحقرصوني قرآن كجرا تفسيره هو معنيا الفاد قرآن كاسكعاد تأويل كنوح معنيا وحقانا قرصوني قمود كجرا وميد كوبات وميد الله بعد ومحي تفسير كوح معنيا التفسير وحو معنيا كلمات كتأويل كنو جملك فراسية جملك جملة تأويل كنو معنيا تفسير هو مفهوم معناه كلمة تفضل شكرا صار كلامه الله برضو بقرآنك يكسو عروري كلمة التأويل لكتابك يكسو عروري كلمة تفسيرنا يكسو عروري ولا يأتونك محي هذا قرآنك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرها وأحسن تفسيرها مركي عادي النبي محمد وكو كانان وح يقول هذا وح محطك كشيء ربنا الله وح كو كانان حق بانكو كيرنا اي واخ كعد تفسير كسي بلارسن يا نبي الله كو كيرنا وحي قالدو كيرنا با واخ كسريان كو كيرنا دي رسول الله الله يبارك سبحانه وتعالى تاسوا تفسيرك تاويل كنا سوره ال عمران ما هي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم وانا ماشى علماء اي مدح سو غشين ها تاويلك يا يقان ما اله ام با يقان مس علمدونا وي قانان علمد لمونا رجع علمي كو دح يا راسخ قرسوخي يا دح فريستي قرسوخ خديت دغي دتكو وا صدح موقتها
sidoo kordhaxa kordhaxa soo taqaan ah marka in yar ay ku jiraan caanaha duu soo baxdo kuwaas waxa la mid ah wadaaddo yar markay cilmiga bilaabaan wad arkaysaayo xadiiska masaxba ah masajida buuq kuma saxan kariis waa qodda yar dhug 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 nafta buu ku wadi qoladaas waa bilowga marka uu dhexda socdana uu yara weynaadana wuxuu maqlaa inay baashu masayshu khatar yihiin oo wa bal horta suuq uu garooraya qori soo garooraya uu edeb u yeeshaa yar laakiin marka uu buuxsamo uu baal ku jigi uu jiqay yahay haddii tan ma hadlayo masalada sheekada ka waran uu buuxa suugaa waa sida masalada uu buuxa kuma dalinay waa raasikh buu noqday kuwa raasikh dhalaa ya كسره الكلام لا تدل على كسره العلم هذا الكبدلي كما تسيو انه قفكو اقوم بدليه يا كسره الوعد لا تدل على كسره قفك وعد ايمان باقل كره قفكو ددك ديته غارسي بوليه لكن وينو كلا غرت انه ددك ديته غارسي ددك انه ديته وشاغه ما غراو وحاسي واجب وحاسي وا بدعه لا ديته غارسي صلاه لا تكدو ايمان هلا يشو حشك هلا تكو ار الله لا بقو وار عبدك هلا لا وحاسو كو فسحتها لكن سوى حاسي وحلال وحاسي وحرام ليس بابك هذا للعلماء والراسخ مكاب هذا ما حكوجرا وحكوجرا هل كيل سكوت هذا مكال آخرنا وما يعلم تأويله لامك و و و وكرم يا تأويله كرم سبت قانان وما يعلم تأويله إلا الله وقف لازم هذا قبل استعجل جملة استنافية بلامسة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا قال لك الوحيد ما قال اسمه تاغيه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أقول لك تاغيه يا ما حقنا هذا مركز ما حقو جرى هكاس وحقو جرى تأويلك القرآن كوحا يقانون إلهي كلي وحقرصون إلهي مبا يقانون ولماذا ردوا الكوك ومحي ويسديبيان والراسخون في العلم يقولون آمنا به طلباتنا ومحي ولماذا ويقالون والراسخون وعطفي أوكي لماذا مذهب باجرة لماذا مذهب كيبا راجح ولماذا وحي راجحين إن بطني مذهب كوري إن بطن ولماذا دنبيتان الرازي وكان وحي راجحين كالدنبي لكن لماذا هو الراجح محيو كان راجحين وانقر وينو مكان آد باري labadu waa raajic maxay raajicayeen waxa jira waxaan culimadu garan kariin quraan kamida oo ma yaaclamu taawiilahu illa allah ku dhamaanays oo quraan ku jirta habna ay ka garanayn waligood ay adoo day waashana wuxuu ilaahay wax aad ogaan doonto in qiyaamaha weeyaan allah ku dhigaas maxaa ku jideed la tarawunna al jahima thumma la tarawunnaha ayn al yaqin marka aragtiin tafsiirkeega markaan baa la fahmi doona sanurihim ayatina da halka ay ku gabagabji doonta مالنت عنده إنه أركانه ورا نور وح إلى هالشيء جوا كرما، أوكي؟ إمي خير من خير قانة ده، الله ما يقانه، وحاكم ذي ألف لاميم، حاميم، كاف ها يا عين صاد، أوكي؟ يا قانة كرا، لما قانة كرا، الله أعلمه بمراده بقصوك من علمته، كوي إنا قال قلان دون لبوك لبحن، قلوا أدواتي حقيقة وتري. والقرآن كحرفهم بككومية عربي بلكيان القرآن كانوا كله سيد قطب كله وصح لكن يقول كسيف وقادي لي كاف كل لمبر بولي هاي هأدون اللمبر بيلاد هاي يأدون اللمبر بيلاد هاي ما تم تسمح في شقي وحان وقادي 19 بانكود دفتي عليها 19 بانكود دفتي وحان وقادي كون كنت ولي بلرهان وحان وقادي كون كنت ولي هاي عمق أهان جناهان وحان وقادي كون كنت ولي دررهان وحان وقادي قيام بركود عايو سو خرافات ما حاسمها اوكا او قال ما خرافات وقال فواحد لو ديرو يا نبقى تاسينا ما حمان دحناي وحان دحناي وا تاويلك الهي ما هن قف كلا اونسن غران كرين اوكي لكن تاويل انت كسوكيا جرتو الهي غران سبحانه وتعالى او تاويل صدح حد باينو هري تاويل الهي ما قعدس الهي كشكي هي صفات كيسا الهي ما قعدس كشكي صابا نهي اوكي صابا تا الهوا تاويلك سا الهي هيا غران كرون إلهي الرحمن على العرش استوى يا غران كرون إلهي كيف ما نقانا ما نقان لأن من أرق دي قف وحو أركو مقلو تابصو مكشكرا وحد مرقو مقل مكشكرتا مكشكرتا إلهي قعن بوشاك ما قعنت دي اللي بيحمس وتبرو يمس بلادك إياكو درس هذيك أنت لقد مدرنا
تأويلكاس وين تأويلك الله بعدنا وما حي ووحي واحد كسر كيا أفعربي كسر أروري مجازك وعلمه ده يفهم كرام ولذلك بوري الشيخين ابن عباس رضي الله عنه معولي تفسيرك وأفر وأنا طالقت ومهم جدا تفسيرك على أربعة أنحاء أفر نوع بكم هذا تفسير لا يعرفه إلا الله تفسير إلهي ما هي نقفك المسجلني بجلا تفسير لا يعرفه إلا العلماء كلبات تفسير أباها ندك علماء النقضان تفسير يعلمه العرب تفسير عربي تقرأ إلى قرآن عربي وأفك عربي قفك صفري قالوا تفسير يعلمه كل الناس تفسير ذاتك ربما يقانا بجر رب العالمين وكله رب العالمين عالم وامحي رب وامحي قفك ساقر أكرا أخوة أفر طبعا تفسيرك أوكي هلك معان كسو بحينا وعان كسو بحينا كلمة التفسير يا كلمة التأويل فمقدمة ما تدعنا وهرنع وقرار سعادة إلى سعادة شيخه شيخ صاحبك أخي في الله جزاك الله خير تفسير لا يعرف لا يعلمه إلا الله إله عرف ولا مرد علم هذا إله عرف وقف وحبرنا إله وحبرت وأسكوا إله يعلمه أوكي كوكب هذا تفسير لا يعلمه إلا الله إله بيقان كلام هذا تفسير لا يعلمه إلا العلماء تفسير هذا تفسير يعلمه العرب عربت عربي قتقانا كون ماها لهجتك والله ما عربت اصل كاي يعني ما تجوجي جامعها مس عربي كلاسيكي عربت كلاسيكي لغه كلاسيكيه لغه رسمي قاعد لغه كلاسيكي تقليدي قاعد الرابعنا كل الناس تذكر تفسير ذكر قرنا بشر ذكر قرنا فانا سوفر جماعه اوكي وحنو مرنا تفسير كا انت نوعيه انواع التفسير سيميتولوجيا سكول صعودنا ان شاء الله انواع التفسير تفسيرك بس نوع بليه يا تفسيركو مركز لما عاني لفسير القرآن امسا وحا لراعة منهج منهج كوين امسا النظام امسا ميتولوجيا ولا راعة سي قرآن الله فسيره يا التفسير وحا جيلا صدح نوع النوع الاول بنقلنا النوع الاول التفسير ينقسم إلى قسمين نوع كوبات التفسير بالأثر التفسير بالرأي جزاك الله خير التفسير بالأثر هي التفسير بالرأي ها تفسيركم حولني صدح النوع بالله فسرا هو النوع كوبات هذا النوع ما هو النوع كوبات عبد الرحمن يا أوكي أنا لسعتي التفسير ثلاثة أنواع يعني. النوع الأول ينقسم إلى قسمين نوعيك وضوح وقع بتمايا لبو يعني أنا اللي قد أليك بقي على لبو أوكي النوع الأول محوق بتمايا لبو لبو محلك لبو التفسير بالأثر يا تفسير بالرأي أوكي أوكي سؤال شو حويا ما هو التفسير بالأثر تفسير بالأثر ومحاتها هاي تفسير بالأثر محويا وفضيت حويا تفسيرك بالأثر كي وتفسيرك راد راعة فصوم الوكا وتفسيرك راد راعة كلمة دا هذا الملو هيا ملو جوغي بسوال لسكي يديون راد راعة هنجي اللو راد راعة يا أفر ميلون أولا القرآن قرآنك محالوك فسيرا يا قرآنك قرآنك سكاس فسيرا كلام الله يفسر بعضه بعض بربر مفسرا أوكي رد راع وحكوكا محنحني القرآن ثانيا ما صح عن الرسول وح النبي محمد صح كا أكتي صلى الله عليه وسلم إيه ضعيف يا موضوع كجر إيه النبي محمد لجوري عليه الصلاة والسلام ورسولك وفسره وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وحوري القوة هي الرمي القوة هي الرمي القوة هي الرمي رسولك عليه إلهي وحول الدياريه مركز عيدا ديارنسين أود دياريه رسول وحول أود دون وحويان ومحي وتورستا رمي قوية رمي مركز محون قنايا حدو أورلا رسول صلى الله عليه وسلم قود وحويان ما حد هذا فلا رضور له أكا وجب سلم ما وتورس ورصاصتي ومدفعي
وصاروخي وحك استول توري وي خي رسولك قود وما حبي رسولك لي ورمي وكل عيش استعقل له صلى الله عليه وسلم ما قوفسري قودي ونفسري حيل وجهي وح كميد ونفسري صلى الله عليه وسلم كصدحات رادرع وما حي وما اسر عن اصحاب محمد وح صحابتي النبي لا سو راد قاداي كاسنا وتفسير ابن عباس بايري ابو الدرداء بايري يا علي بايري عمر بايري هبل بايري هل هو كان لبين قنيسة فهم يجيسة أبو حين قنيسة إنه النبي كم قلي صلى الله عليه وسلم أوكي كيسة حسمها كي أفراد وكبار تابعين ما تابعين تفضل كبار تابعين وأصد الحوار كمان رشين تابعين تواوين الصحابة أركتي لنولاتي سيد سعيد بن جبير إكرمة نكيرون يي إمارة مولى أوها عباس مجاهد مولى عباس رقصوا كله أشيء قدونا إن شاء الله رقصوا كبار ورجوا وين تابعين توي متوسطين تنا أكبر نحدا هي سقارة تابعين أبط كيكو شريط مجيرة صحابة دارك صحابة ديكو مدار هديت كم حالنا هني وأفر أصر كم حالنا وقرآن كي وسنة النبي كا وكبار صحابة دي أردن هي كبارو وحم حال التفسير كم حال أبو عيسى تفسير أصر التفسير بالرأي تفسير أصر فاني التفسير بالرأي ومحي وقرآن كأو لغو فسره عقلك ما أنك لغو فسره وقرآن كأو لغو فسره مسكحة لغو فسره ما أنك لغو فسره لحفوجي عقلك وهذا أيضا فهم مرقسي قلنا واشي قدونا انتو كلابوح أوكي هل كاهر تأكو جغلو وحان دهاني تفسيرك وحال لغو فسره صدح نوع أوكي وحان دهاني نوع كوبادي لبو كلبحة التفسير بالأسر هي تفسير بالرأي أسر كيما فهمني أنا أسر لك سوق هذا أفر منه رأي وأنا منها تفسير رأي رأي هو محارني وكعقلي اللي هو فهمه عقلي مجرد كأما هذا أنت أسكت سرك عدون وسورة الفاتحة خردون وتفسير مدرج عقل علمي يسوي عقلي علمي يسون عقلي عمرك والله عقل لدني عقل لدني وعقل مكتسب ام عقل وهبي وعقل مكتسب وبدا كلا صارنا عقل وهبي وما هي عقل الهي سي دد باجر الهي بالته كركبه وحون ساو ايغو وخ غرتا وا وهبي كاس وا ضون الله كسي وعقل لدني سمدو مكيب عالقاس وا وهبو وحات كدرستي مجرو وحاس دحايسا ورن كان هدو وخبرن لا دولد وقبسن لها سلوه الله يسو خو دغيو حكمت لكن هذا دير هذا وحن فصيل القرآن كعلم عن فصيل هذا وراريد وقرن يسوع وراير الله دقيه شيء كوي كير مع معم بقرن يسوع الله قبيه عاش وقرن هذا علم عن قرن هذا ودرت خورينه كاس عقل قال الله بعده وحن وعقل علمي عقل علم عرفته وعقل مكتسبة وعقل للسميه يا سميه صدق ميرد بسميه كوي علم جو كنت خصوصه يوحي لو جب هنا أبو برتاي دين بكو تخصصه دين تيبو برتاي الله بو diintii markuu bartay kuma yagaano barashay khibrad buu ku daray marka insha Allah waxaan ku jirnaa aqliga ilmiga waxa weeyaan ku waan waxaan ku taqasay bartay laba inuu khibrad leeyahay arinta saddexaad ee muhiimka waxa weeyaan in uunan u hadlin si aanan cilmiyeysin saddex shay hada aqlu aqlu ilmi okay at tafsiru bil ra'y wa ma waxa weeyaan sida raac saxda wa at tafsiru bil madha ma harani bil aql okay at tafsiru aqlu اوكي لابدن تفسير ميد كستين وناك بوليه ميد كستين خطر بوليه تفسير كا اثر كا اراد راعة وحوليه لابو وناك بوليه اولا وناك يسوك وضم حي نور النبوة ياكو جرتا وحي يجيب على نور كي النبي ياكو جرتا النبي يجيب على سنة بو آياتو تاي صحابة النبي قال لنا وليد با فهم يقو اركين لوح آياتها نور النبوة نور الوحي بها كجرة أردتك بعد الله وحي كجرة تفسيرك أسرك الخوف من الله رقا اسكمي هل دينه إلهي بك عبسون جرين رأيه وقرآنك ميدح داري جرين إلهي بك عبسون يا. لا أعلم بأورنجر وحي قراني محي أورنجرين لا أعلم وان صوباري رقا محارنا تفسيرك محوكو في عيه هي مؤسوركو لبشي كو نور النبوة الله الخوف من الله محوكو عيه فاقا صوف يعني صدح دباتو لي صدح دباتو يقول لي كو
waxaa ku jira ahadiis iyo aara badan oo daciifa oo saxiixayn oo mowduuca oo loo nabiga dhow oranayo yaad wax laga fadhiisho baanta si aad nuurka lugu wado tagtid waa in laga baaro qarbala qarbala waa in laga hufu laba talabaad ee hadista uu leeyahay maxay israa'iiliyad baa ku jira saxaabada qarkood iyo taabiciinta qarkood yahuudi islaantay bii cilmi u doonin jireen ay wax ka wadiin jireen markaa bii quraanka ku fasir jireen israa'iiliyad fara badan baa markaa ku jira kaasina wax yahuuddu ay leedahay iyaga ka buuxa oo israa'iiliyad ka labaad uu leeyahay waa ka okay ka saddexaad uu leeyahay waa maxay waa tafsiir aan mowduuciyisnayn mowduuciyisnayn waxa tahay si objective isku ma raacsano wuxuu isku raacsaya aayaddu sheegaya haddana aayaddan buu sheegaya yacni waa meesha uu joogo buu sheegaya suuratulkaf baan macnaa laakiin alxamdulillah kale ku xidhan tahay alxamdulillah kale ku xidhan waan arki doonaa tafsiirka baa qurux badan isku wada xidhiya qur'aanka oo dhan kaas ma leh tafsiirka noocaas iyo saddex dhibaat uu leeyahay labadaa wanaagna uu leeyahay atafsiiru biray baan umarnaa atafsiiru biray wuxuu kala baxay isagu labo intaa ma sheegiba الرأي وحكى لبحا الرأي التفسير المدموم يا تفسير المحمود تفسير لما هديه والله أقبله يا علمه أقبله يا ميدا يديدين كلا أقبله يا محي التفسير المقبول يا محي تفسير كلا أقبله واكي واكي إلى لي قواعد جديدة ما عشان آيات كوري منين حديث كوري منين صحابة فهم يجي في عناك قاتين أن كوري منين لغة عربي أن كوري منين سأطال سياق جديدة أن كوري منين أوكي تفسيركاس هو محي ومحمود عقلي وقدري لكن وحو الى لي وحين لا الى لي احد ومحمود كاس ولا مهدي كاس التفسير المذموم كون هو محي وتفسيرك وحا كبودي اي سقوم بلا بانا وكو معنين كو مخو كو معني مرج البحرين يلتقيان ام بغيري مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان بو معنيه وحو كو معنيون وحسن حسين هذا رأيك عز وجل أول شيء عوسا كله برجل بحريني لبدي بضبا يلتقيان وكل ما يوالو بوايو وحسن يحسين وبرون بينهما برزخ برزخنا أود حياه لا يبقيان ما كل ما وأهل صنها أود حياه كلك حي رجع من أين لك هذا أفعرب قسام ما هنا فهمي هكذا كنت كنتي كشف الله لي إله بأي فري بكله أظن إلى كفرها سكاي صادو بضبا إلى كفر فعربي ما هل فهمي سني كريم سياقته مقرن ماشي كلمات سوس ما فهمي رازينا وكم حدا ذا مدموم اوكي تاو سفاني مدموم بحدو لكن تفسير كعقلي غير راي غنا لبا وانا قبوله لبا حماتنا وليه سكر وكيف انا سق محمودكي لبا وانا اقول يا ني شغيا وانا كواد ولي وا مخي وا تفسير احترامي عقلي بنادك اللي انديتي محوي متي عقلي ايو دينت ان اسوافجيو ايد القران كسوره كو جيرت ملك محايد ددك ملي عذابتا غلان قيامها او لو دمها عذابتا ان غليليه لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير هدان وح مقلي لهين لو كنا نسمع او معنا نسمع وحي هدان مقلي لهين او نعقل اما ان مسخ حدا شقيسين لهين ما انك شقيسين لهين سيعرفها انه وحي ان مقلي عذابتا ما قلين ilaa dad fara badan baa aad u galay aqaliga shaqaysiin waayeen dad fara badan aad waxa u galayaan aqaligii bay saxiyeen waxaan ku malaa kuwaas inuu muslimiinta badan doonaan muslimiinta loo idin aqaliga aad baa loo idin rafiif aqaliga aqaligeen waxaan galnay ratar maxaa dhadaa ratar ma dhaa subax ratar subax waxa loo jiray maxaa soo raayay hawlgab magac xun weeye laakiin qofna uu jamaa gaabo moqtay shaqadii ma laga joogsaday أو لما قبل لكن ومصطلحات هنا كنا قلنا بها نصمها شيخ أول ومصطلحات علمها قف جو حمودين هاو شيء قبهو اسكفر إسان قارب ما جيوت مركا جوانا مكي هاو قلبك قلعان بي مساجد كي من جلين وكي هون ما تيز أدوك سوق ابتين وتيلة هو يمتين هاو سوق هو عقلي خاص عين لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحابي إلا هو فاعترفوا بذنبه مركا عقلها إلا شقيسي وقرآن كان لفهمه قول الروح روح إلهي بأنه يقول الحوري وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها أمساش القرآن قرر يا فهمية يا ويلين يا يعقلها إلا العالمون يعقلها وفي رسالة القرآن يا عجيبة مركا تكواد وناك قولي واتاويا أرنت الأباد وناك قولي هي تفسيرك رأيي ومحي
wuxuu ku tusayaa cadamatu islaam islaamka weynaantiisa iyo cadamadiisa iyo quruxdiisa jazakallahu khayr halkii laga fahmaya aqaliga soo saaraya aqaliga ka daba tagaya bal aayadan soo qaad aayadan ku xid aayadan kale u geey marka waxaad marka aqaliga tafsiirka aqaliga halkaas ka fiicay wadaa qofka sheekh sha'raabi tafsiirka dhageystay ayaa fahmaya tafsiirka aqaliga macaanka uu leeyahay okay laakiin dhibaatooyinka uu leeyahay waa maxay waa labo dhibaatada koowaad uu leeyahay waa maxay al-ghurur kii war maxaa al khawfu kana al-ghurur isla weyni baa ku dhacday qofka tafsiirka raazi sheekhna raazi mafatiixul ghayb kitaabka uu qoray filosof buu ahaa caalim weyna uu ahaa kitaab buu qoray tafsiiro weyn wax kasta ku qoray wixii adduunka falsafada jiray cilmi iyuu ku qoray meeshaas ibnu taymiya loo keeno uu akhriyey ابن تيمية وكتابك كورن بعد مفاتيح الغيب وعرف فيه كل شيء إلا تفسير فيه كل شيء إلا تفسير وحول بو كجرا كتابك لكن ما حكم مكان تفسير قدوني يبقى كم قبول مرقى شيخ محونة تصي رازئين وعالمي هنا تصي لكن ما تصيرون القرآن وفسر ما يفهم ما حوجه قرور باكو نعضتك يعني انه تكسر يعني كعقل بديهين خطر ايهين horta dadku macnaa waxaan ilaahay u soo dajiyay ila quraanka lagu soo dajin in taraf fikriye taraf ka fikrada qofku inuu cilmi weyn leeyahay lagu soo dajiyo quraanka waxa loo soo dajiyay dhaqan quraanka in la fahmo oo kadibna lagu dhaqmo saan arki doona insha Allah ta'ala marka tokobad u leeyahay dhibaatada u leeyahay tafsiirkaasi waxay waa taa dhibaatada labaad u leeyahay waa maxay waxa weeyaan tafsiirkaasi dhibaatada u leeyahay wuxuu doonaa yusayirul asra yusayirul quraana al asra قرآن كل ربائنه لسه عسيه عصري لها مركا دي هدو عصري هدنا ندافه او وحك الله لها لمحورين دونه الله بابا. ما يداخل دلين حوى ايماني مش عاسم مركا مشكلة ده بسوليه قرآن كيبو ربا آية ده قرآن كيبو وحي شاكسا وحاسي شاكسا قرآن هاي عصري ما دافه وحي اوكي قرآن كيلو داف دي قرآن كيلو مدافه تفسير كاقي حنا بلا دافه اذ قرآن كسارتي ما يفتح كله الله بدأ بوليه سبحان halka maxaa ka soo baxay noocii koowaad oo kala ah ra'yo iyo asar iyo wixii ka farcamay waan joojinay tafsiir noocii labaad baa garanaa nooca labaad at-tafsir al-mawdu'i ya tafsir al-mawdi'i iyo baan dalinaya insha Allah oo bilowaan marka qur'aanka la socon doona macaankiisa galanaa يلا بس كده ليش الحمد لله هو مهم جدا ضمن عجزه ودقيسه ان شاء الله مهم جدا والباب كان كجلنا التفسير الموضوعي هي التفسير الموضعي الموضعي هي التفسير الموضوعي هاي كلين يا التفسير الموضوعي تفسيرك موضوعي واخ ويان يا موضعي وحي كلي موضعي اخر انا سقف فضيله تفسير الموضعي موضع 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 وين هل كان مكان فضيله ما هي وموضعي هل كان فضيله كان موضعي كان فضيله هل كو مارته فضيله استاذ ظاهر موضعي سي فضيله مش باشا بلاص كسب ومش كفرس ابسيد موضع تفسيرك وحيرته هو تفسير كفسريا ايات كهور امتى موضع القران كا جيرتون بلا فسريا الحمد لله الذي وحامها اللي إبها أنزل سودة جي على عبده أدون كيسا كسودة جي الكتاب كتاب تفسير ما يسمعنا هذا وموضعي الكتاب كان ما شاكل لكن الكتاب كان سكه لو ما شاكل إنت ما نخري وأنا التفسير كبديل مستجدي أنا لقى آخره وحنا تفسير موضوع شيخ تفسيره بلابيو هذا ودمي علم الدين هو القرآن كي ودمي وين يجري القرآن كلام ختمه لأن إله الكيس مرة ما هذا إلهي بدر مينسا بدر مينسا هذا يمكن دقيستين مثلا عبد الباسط الشيخ على ذكره مركو قرآن كأخرنا يوم قل أعوذ برب الناس مركو نبي من الجنة والناس مركو هذا بسم الأصاب بلا وسط فاتح بلا با سو قوة سوين القرآن كدمان قرآن كم حي وحل وترحال وبو وصعد وجرون وصون لغنا وصين لغنا وصون لغنا ختمت القرآن يودي ده إن شاء الله تعالى قرآن كبر نبي إلهي بعد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما بعد ما نهذك إلهي الله رمان هذا كده وهر يا سبحانه وتعالى ما قطع سوتك وذو يا محن دهني وحن دهني
تفسيرك موضوعي ماشى الله صعود معنايا تفسيرك موضوعينا وحوم معنايا موضوعات القرآن مثلا قرآنكم موضوعي الرئيسي وكهله وكهله قرآنكم مثلا اليوم الآخر قيامها الموضوع الرئيسي قرآن كهله سمع صدوق كهله يفصل القرآن تفسير قاسي يوم الآخر قرآن كسي يقص أرورتي تفسيرك محرها وموضوعي موضوعي بلقى الله الإنسان في القرآن الصبر في القرآن الحكمة في القرآن هذا موضوعي وموضوع وحلقة هذا أوبجكتيف كان هو موضوعي وكل ما يشيل صعودهم بها لفصير أيها تفسيرك ولا بضاس التفسير الموضوعي لابوك ربحا يسوه موضوعي سوى ساوى حبده ونحمله لكن موضوعي محوك ربحا يا لابو محوك ربحا تفسير القرآن كله هو لسكو فسيره من سورة البقرة إلى سورة الناس وموضوع قرآنك وهالموضوع قرآنك كل موضوع ماله شيء قرآنك الله حكى الله قرآنك الحق قرآنك ما فسره يا الحق حلقوا بلا بذلك الكتاب لا ريب فيه خلاص حق أبو معلنا يا قرآنك ما لا سعود ماك هكاسي ما حارنا هو تفسيرك قرآنك موضوعي هو معلنا يا هل ومن القرآن كله موضوع واحد سمع وموضوعي كلا بعد ومعي كلا بعد وحويان صور كقرآن كريم كه صور كقرآن كريم كه هل موضوعي كهذا لكن وين لهلو هل موضوع صورة والب موضوع بيا لهذا مثلا صورة البقرة صورة البقرة هذا ويد يستعمل ماذا عادي راح يكون وحكي هذا شاء سعي مشكلة دي كلاش ترى بني إسرائيل لكن حقيقة سامها سورة البقرة وسورة التقوى وسورة المتقين هدى للمتقين ما لقوا بلابي تقوى ده هدي لقوا ما حدث لا أنك بحينه كوا سورة دي الله كعبسك سورة دي الله فهمك سورة دي الله ودوا شهوية مركا سورة ده سواسها قرآنك مركا محولي قرآنك سورة سورة كسب موضوع بيلي هذا سكلا عندك هنا سورة دي مركا تكب حديد وقوه الرأي هذا آخر يتكلو تبيشين تفسير موضوعي أو دحية سورة دن مركز سورة دن كودي بيسو اسكما قليس دن وحي كاتري وحان وها هردع سورة دن صوصعطة إنك سورة الفاتحة قرآن كون هردع بيوتها سورة البقرة هردع بيوتها قرآن كون هردع بيوتها وقرآن كيو اللي أروري سورة الفاتحة دين على بعدك كبه قبه إلهي وحور إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمور إليه اوكي صراط المستقيم كاوي سوره البقره كوجبت وكاتري ذلك الكتاب لا ريب فيه اذا كوجبت هذا دون صراط المستقيم هو محي وذلك الكتاب لا ريب فيه ومحات راهد اهدنا ما هدى للمتقين بالغاد وكهنونك يدك الله كبقيا سبحانه وتعالى اوكي مركا تفسيرك موضوعي والله بدا النوع اوكي محاكا صبحني النوع الاول والرأي الاثر النوع الثاني محاكا وتفسيره الموضوعي هي الموضوعي تفسيرك صدحات يعني خبحي النوع حيانا والتفسير التوحيدي التفسير التوحيدي التفسير التوحيدي عشان شيخ باسكالي عبدالله دراس وصوب بلعبي لا كل مانا شيء وذاتكي ترابي الأورني ممورا بكل جنتي لون حريص انت اصحاب ترابي وحدها التفسير التوحيدي قران كا شدو ادن يحي وحو فسريا وحو مدينيا انسان كا يا كون كا يا عالم كا يا بلوغا يا تاريخ دا يا مستقبل كا وتوحيد هكلف الفرين هسود جو سد حسنيا توحيد بو شريا لا اله الا الله بو شريا اذا اوعى تفاسير الوكاس انت اصحاب حرم لنا قبل تاجنا بس كلمه قرات اكون تيجو دبس ما قلنا مراحل التفسير تفسيركم بسبر حرب صبر تفسير القران الا ما انت تفسير القران هو بالنسبه تاجين الى قيام بالنسبه تاجين ام صبر حلطات بو صبر شمر حرب صبر سوقوا بينا مرحله الكود ما هي ومرحله دي رسول القران فسره القران قف يوري فسره وايو بعد الله اله دي بدوايو والنبي نزلنا إليك الذكر لتبينه تفسيره ويا ذكر وعدين إسحاق
سؤال بها قال السويدية، هل النبي فسر القرآن كله؟ النبي القرآن كله مو تفسره؟ ولا مذهب؟ مذهب ابن تيمية عليه، ابن تيمية يقول رحمه الله القرآن كله النبي فسره. حبك ما تجين فسر، علم من علم وجهل من جهل. سيوطي رحمه الله علامة الشافعي دونه قرآن كأنتو النبي فسره وفرق ترس بفسرين انتو ده. اوكي ابن تيمية بحرة يقول فسره سيوطي وبحرة يقول فرق ترس بفسره يارون شاكل وضع شاك يا الله بضو ربع شاكل ربع شاكل ابن تيمية وجد النبي قرآن وفسره وحدثك وبهنا ينو شاكل وقت يسي الله بهنا قرآن وشاكل سيوطي نمحو جيدا وحو جيدا قرآن كورنا وحرف على فأسلامك قرآن الله تك الله وفسره وما فسرين لا بس أبو دراتين عربت مبهنين بصحابتين قرآن الله وفسره سيقل لي أنك وانك سور ديران لغة دي قرآن كون يفر بغل وصر ونبهنين وحنا فسر حتى عربت أبو دين الله وفسره يكو سو مبهنين وكو أرنت الله بعد وحا أي كدل نيسا إني إيمان وكرنا دين تن أي كنت بقام بني بقو فسرين حين مبهنين ووقت وفصيري وكبع عروس بأيكا وكدائي ما حم بارسين وحي كريم. أوكي مركا إمام التيمينا وحصحوا الشاقي إمام سيودنا وحصحوا الشاقي لكن عقلي إنهم بنا حباري كريم لابدوا إنه وحصحا أي وضع الشاقين. أوكي كوة ورسولك فصيري مرحلة دي كواد مرحلة دي الله بعد ومحي ومرحلة دي صحابة صحابة مرحلة دي صحابة قرآن أدب الله فصيري قرآن كصحابة واحد فسر أفر نبى أقوى خطرا. علماء قالوا روح لأفر تخلفه يأفر نبى يقولوا شجر. لكن ما هالصداع. ما بهاللين بس خلفه القرآن كان فسر إلا علي. شقي كجير أبو بكر يا عمر يا دولد يا مام ولا بلا كجيران يجهاد. لكن أفر نبى قرآن كم. صحابة أدل لغوي قناة. كوجو كودايو وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس بحر وغي في العلم. قرآن كسر يلا مروكها. وحال رضا دعاء النبي وكو هالي. نبي أود دعاء سلام ونبي أود دعاء القرآن كفسره لابو نبي يقول لازمي أنتوا يرى وعقلي يا شيء صدق وحول لازمي كبار الصحابة يقول لازمي أفر أفك عربي قبيلة عربي قرن بحفظي شن تاريخ دي يوكد بطري القرآن كور رمي ليه وقدمين وح أقاد ولا صاحبي تذكي يهود هاي صار إسلامي يا كريستا كي صار إسلامي يا كوي حتى الإسلامي بقى وكقول جل وحي قانون علمها وحصلنا مسكح لي سبي يبيني مركا محيي مركا ابن عمر ابن عمر اسكدابيين محيي ابن عمر ابن عباس أعلم الناس يا بما أنزل على محمد تضوحة أقوية قانون وحي النبي محمد صدقه وأيوه ابن عباس فيل كهو ذاك كلا بعض وأيوه عبد الله بن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ونك الله بعد ويه سقنا وحوها بحر إلا ليلي مركا مرت تفسير كمدرسة ابن عباس ابن مسعود وحود حلي مدرسة دي عمر عمر ما دام مشغول كوها بناء الدولة علم عمر وحاسد الجلادي ابن مسعود مدرسة القرآن كرأي هاد دكوف فسيري دونتنا تأسيس كي جيالها مدارس كان شغلنا مدرسة مكة المكرمة يقولها ابن عباس مدرسة العراق كوفية بصرة وحالها عبد الله بن مسعود نيكا صدحات صحابة وايو وعلي بن أبي طالب البحر الفهامة وإلهي وعلم سيه ملك صحابة وكيلة دين نبي إلهي نبي قم وحقار وكوش شاكوت هذي قون أتقانا يقف لأولنا قون سيشعاد وشاكان وحلمي وحقار ملي هبول وحقار وحان له هبول فهم إلهي سيه عقل إلهي سيه أو أن وحكوه إلهي يان لايبول فهم أوتيهم إلهي إيسي سبحانه وتعالى ما قال نكا صدح هذا النكاس وها نكا أفرادنا وايو يا وأبي بن كعب أبي بن كعب وأنكو عمر بن الخطاب وكده جاي إمام كي تراويح ده وهالك دب يستاجي وتدك تجي يربك القرآن كده يستي وأدل يابي نكا أبي بن كعب أمرك عصر جا صحابة وعصر جا لباد عصر جا صدح هذا نوا بحي وعصر كبار التابعين والتابعين ومرك هديث الله بلابا إن علمك قرأ تفسيرك لا قرأ انت تفسيركم حوها
شفوي ولا ورنين. لكن تدوين عصر وتدوين مركب بالعمي قرن قاعد بالعمي وحان أول من كتبها إمام طبري جامع البيان مركب إمام طبري تفسيره سو محي بتقان تفسير طبري وأثر أحسن في التفسير أثر نوحوي وابن كثير ابن كثير تفسيره سو محي سونا وأثر أوكي حلك أوكي هاي زمخشرنا تفسير بالرأي أم بتزيل ذلك بضحكها أم بأوكي هاي رازي وشافعية السلام عليكم هاي تفسير جيزو والرأي لبضاسي أوكي وحاجرة تفسير لبضاسي وسكانه ونيسو شيء بكر أنك سبودي تفسير كم هذا التفسير الجامع بين المأصور والمعقول كاسكو كاني وحي للراد راعي يوحي يعقلي كان وحوقف عن كتابك فتح القدير كره هذا وقري شوكاني شوكاني وقري رحمه الله سقوا حكوا جرا كوا مارة اللبضة والحياة إخواني في الله مركب مرحلة حادنا ومرحلة دويا مرحلة أفراد ومحي ومرحلة الازدهار ومرحلة دو علمك تفسير كلها لكتي حدثيستي جيده نمريين هديته ومرحلة دي صباحا خلفاؤه مع جاء أئمة الأربعة أفرتي إمام يعلمدي يا قونتي أي ويناتي ويا مرحلة أفراد مرحلة شنادين ومحي ومرحلة التفسير وتفسير القرآن علمي مرقو ويناتي محلة بلاوي تفسير كيف الله سيفه سري مكاوحة بلامي انحطاتك يا بلامي أوكي مرحلة اللي حادة قدام بيسا ومرحلة إيمي كوحدة ومرحلة التفسير كديبو نولادي إذن هذا الجديد مرحلة هاي صباحين علماء عصب وقرآن كسف في عنو فسرتي وكمدي هاي مارتي شيخي ويناء مغربي قاها ومارتي ظاهر ابن عاشور وحو قرأك التفسير يمسف مجلدها يمسف وليمة ما تقرني سين صدن 30 مجلدا الطاهر ابن عاشور رشيد رضا رحمه الله المنار سورة النمل بوكا قدنتي سيقول نواء وحو سعودة لوري لاتن يقول انت لكن النمل بو سعودة تفسير كصدحات وعصر قال قري وحاكم دها تفسير كأو قري مارتي سيد قطب وسيقول اللحة مجلدة وفي دلال القرآن هذا وحاكم دها تفسير كأو قري خواطرتي شيخ شعراوي إذا كم دها ويضم انت أكدعين كل هذا وحرده وتفسير كإزدهار كأيما كأو قلي نبو تفسير كأو قرح بدنا هذا انت سأقول قبيلنا سورة الكهف يو أحد صوصعة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.